ببادرة من بعض الأهالي وعديد جمعيات المجتمع المدني في مدينة بنزرت انتظمت صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المكان إثر استفحال الوضع في المدينة جراء انتشار الانتصاب العشوائي تقريبا في جميع أركان المدينة، ما عطل حركة سير المرور، ربما أعاق ذلك يعني الحركة التجارية القانونية والعادية، وخاصة على مستوى شارع حبيب بورقيبة اللي أصبح يعني بين ظفرين سوق موازية عشوائية فيها يعني الثوم، فيها الغلال، فيها المحروقات، فيها السجائر، فيها كل شيء. هذا اللي خلى أهل المدينة اليوم ينتفضوا سلميا، يقفوا قدام البلدية، بعد يتحركوا يتحولوا قدام مقر الولاية ويستقبلهم والي الجهة. مبدئيا هناك بعض الاقتراحات، إما الانتظار مدة شهر مع إيجاد حل نهائي وجذري لمشكلة الانتصاب الفوضوي حسب ما وعدت به السلطة الجهوية، أو ربما التفكير في دخول إلى تحرك تصعيد يعني من نوع آخر حسب يعني بعض وجهات النظر. المهم مدينة بنزرت تنتظر أن يعود لها رونقها بضعة أسابيع قبل حلول موسم الصيف اللي عملوا عليه الناس الكل هنا، واللي بعض البشر تؤكد أنه سيكون يعني صيف سياحي بامتياز، لكن صيف سياحي دون انتصاب فوضوي. جينا مع مجموعة من المواطنين مدينة بنزرت غيورين على المدينة، نحبوا القضاء على الفوضى في بنزرت. بنزرت ولات لا تطاق، وخاصة منهم ناس الشيخ إدريس وناس الساسي البحري، ما عادش واحد ينجم يتعدى على السقيه، قلب الحياة، تبور هيب، برشا حكايات، وهلا كل يوم بدات بعشرين منتصب ولات تويكا عندنا يمكن 1000 واحد عامل نصبة، شارع بورقيبة اللي يبيعوا فيه الثوم والجنارية والجلبانة. يعني شيء لا يطاق، نطالبوا على تو الوالي باش يفعل قرار معناها عدم الانتصاب داخل المدينة ويخصلهم فضاء باش يحطهم كل بيه، واللي يخرج برا القانون يرضهم. كنا عم نقيم قدام البلدية نحضروا المسيرة التدريجية على النصابة، فهمت؟ البلدية قاعدة مع البلدية قاعدين ينظفوا، جاوا جماعة من النصابة فكوا البالات تاع البلدية، جاوا يخصموا على العباد، فهمت؟ برا مشي وروح، فهمت؟ جبت الكاميرا باش نصور، جاني واحد قال لي شبيك قاعد تصور، عندي الفيديو موجوده، شبيك قاعد تصور شبيك قاعد تصور، حسبني ضربني على راسي، جابش الرجال ولا غالب مش طيح مستواي من مستواي، فهمت؟ واحد من نصاب، فهمتني عندي الكاميرا باش نتقدم في قضيه زي كيف كيف. هذا الانتصاب الفوضوي، هذا الانتصاب الفوضوي، هذا الانتصاب يضربوا في العباد، على مارينا، على سياحه داخل البلاد ان شاء الله، فهمت؟ انت كمدون كنت تقوم بعمليه التصوير؟ انا كنت كمدون على الفيسبوك. انا كمدون كمواطن على الفيسبوك، على الفيسبوك كنت تصور يا اخي، معناها حاولوا قمع حريتك بضربانك بالاعتداء. نعم، هذا تقوم عمليه التصوير والعباد واقفين كيف غاديك زاده، فهمت؟ جابوا النحاو فكوا الخدامه نتاع البلديه فكوا لهم البلات وصادمين على العباد وبرا مشيو روح، فهمت؟ تمشى باضيه مسيبين علينا في البلاد، مش معقول. انا مش مستوي استاذ جامعي باش نمشي طيح قدري مع الدين. تعطينا اسمك؟ بشير بن سعيد، اسيستون في ليكول ديستكتور في سيدي بسعيد. مرحبا بك. بيك عايش.
أربعة من الناس هذوما هما يفرغوا باش باش نترجعوا باش نقولوا له نترجعوا الناس اللي حتى شيء عشان نبطل واحد تنظيم البلاد تنظيم البلاد تنظيم البلاد باش نعرفوا مطالبنا شنو هي شويه ترتيب علاش